السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة التصغيط الجماعي للزغاليل. يعني إيه التصغيط الجماعي للزغاليل؟ يعني زي ما حضراتكم شايفين على الأرض، أنا منزل معظم الزغاليل إن هي تتدرب على الأكل، حط أكل على الأرض. هم طبعا الحمام بينزل يأكل، فهم بيحاولوا يجوا جنبهم يتدربوا على الأكل. بنقلهم يعني من العشوش، بفضل العشوش كلها اللي هي تسمح بذلك، اللي هو سن مثلا نقول أي 4 أسابيع أبدأ من كده أفضي العشوش أنزلهم على الأرض. الأب والأم لو هم مش بيضين، الأب والأم بيزغطوهم، بيدوروا عليهم على الأرض وبيزغطوهم. لكن لو ما تزغطوش هم برضو بيعتمدوا على نفسهم وبيحاولوا ياكلهم. هنشوف حضراتكم هو بيزغط الذكر الحمام ده، نتايته باضت، هو بيزغط اللي بيجي قدامه بيزغطه اللي بيلاقيه. شوف حضراتكم دي الزغلولة دي رايحاله، بنته مش بنته، اللي بيلحق بيخش يتزغط. زي ما حضراتكم شايفين اهو بيزغط الملموم عليه 4 زغاليل او 5 زغاليل او 6 الموجود حضراتكم بيزغط. حضراتكم الزغاليل ملفوفة حواليه ازاي، هم دول حوالي 4 زغاليل وفي تاني 5 حتى. حضراتكم مش بيختار، اللي بتيجي عليه بيزغطها هو وغيره. حمامة زغلولة تانية كمان جت عليه ازاي. ده ميزة التصغيط الجماعي يا جماعة للزغاليل اللي في العمر ده، ان لو في زغاليل اهاليها مش بتزغطها كويس فهي بتلاقي هنا بتلاقي رزقها. اهو ذكر تاني جه برضو، هو معظمه بيكون ذكورة. ليه؟ لان الامهات بتكون باضت فبتتشغل بالبيض، فالذكورة هي اللي بتتشغل دلوقتي بالتصغيط حتى وهي النتاية بيضاء. حضراتكم التصغيط الجماعي فكرة يا جماعة، أنا عايز كل المربين تجربها هتتبسطوا منها جدا، أهو تعجبكوا خالص. ما شاء الله 2 ملمومين عليه، واللي هناك ده شايفين ازاي، هنا اهو بيزغط واللي هناك بيزغط، ده بيزغط والتاني كمان. وطبعا هم خايفين مني لو انا مش بصور كده، والاضاءة هم خايفين مني لو مش بزغط كنت هتلاقوا هنا مهرجان يعني. ان شاء الله خايفين من الإضاءة بتاعت التصوير. أي فرد بيجي في بقه بيضغطه ما بينقيش، أهو ولاده مش ولاده. هو بيعرف ولاده، لكن هو الزغاليل بتهجم عليه ما بيلحقش يشوف هي دي مين. كان بيحاول يروح يشرب مية مش بيدوه فرصة ان هو هيروح يشرب مية. حضراتكم طبعا متعة كل مربي لما هو يقعد يتفرج على حمامه وهو بيزغط ولاده كده، متعة كل مربي.
نرجو حضرتك تكون استفدت بمعلومة ولو صغيرة. لو عجب حضرتك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.